السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، قبل بداية حلقة اليوم أوعدك بأنك بعد مشاهدة هذه الحلقة سوف تستفيد فائدة عظيمة، لأننا سوف نتكلم عن أشياء مهمة تخصك وتخصني وتخص الجميع. إلى ندور في المقدمة، في حلقة اليوم سوف نستضيف الفنانة اللبنانية لمى شريف، ونحاول أن نأخذ ونعطي معها في الكلام. شاهدوا الحلقة للنهاية لأنها مهمة جدا. الفنانة لمى شريف، كيف الحال؟ الحمد لله. مبدئيا، هل تقبلي مني أن أقدم لك أسئلة قد تكون جريئة أو محرجة بالنسبة لك؟ وأتمنى ما تأثري لأنها مهمة لك ولكل متابعين الكرام. هذا من ذوقك، والله جميل جدا. واو. أولا، هل كنت متحجبة أم لا وأنت صغيرة؟ تحجبت. كم كان عمرك لما تحجبتي؟ 8 سنين. ومتى تركتي الحجاب؟ بعد 3 سنين. أنا تحجبت غيري من أختي لأنه أخذت كتير اهتمام، بس تحجبت. صرت أقول لشي يعني أنه ما أنا كمان بدي أتحجب. أكيد، لأن البنت من الضروري أن تحظى بالاهتمام، خاصة من أهلها ومن المجتمع خاصة، لأن البنت المحجبة بذرت خير على هذه الأرض، صح؟ صح. قالت لي الماما إذا بتتحجبي ما فيك تشلحي، مش عم نلعب. إلا إيه، خلص بدي أتحجب. أخذت اهتمام أول سنتين. يعني كنت متحجبة لكي تأخذ الاهتمام، ليس أن تنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. فأعزائي المشاهدين، حبيت أوضح مفهوم الحجاب وأوضح لك يا لمى شريف مفهوم الحجاب. أعزائي المشاهدين، البنت التي تخرج بمكياجها ليست بمحجبة، البنت التي تخرج جزءا من شعرها ليست بمحجبة، البنت التي تلبس البندار دون أن تغطيه بثوبا ساترا ليست بمحجبة، التي تلبس الملابس المخصرة ليست بمحجبة، البنت التي تلبس الملابس المزركشة والزينة وغيره ليست بمحجبة. لا نضحك على أنفسنا. وهذه النصيحة من القلب لأخواتي وبناتنا وبنات المسلمين. طيب لما، الصلاة التي هي عمود الدين، التي من تركها فقد كفر، هل أنت تصلي؟ بعدني لهلا بصلي، يعني من أول من 8 سنين تحجبت وبلشت صلاة. الحمد لله إن أنت كنت تصلي. وبعد ما شلحتي الحجاب كان سهل على أهلك؟ لا، ماما خنقتني 2 شهر. وأنت ليش شلحتي؟ أيش السبب الذي خلاكي تشلحي؟ لأنه كان يعني ستايلي، كنت ألبس ضيق، كنت طويل بس أنه أرفع عن كمامي، سلم على شباب عادي، ما كنت حس حالي أنه أنا مؤيدة بأخلاق الحجاب. يعني الحجاب له أصول وله أشياء بدك تتعاملي معها لحتى تكملي. أكيد الحجاب لازم أن تعطي حقه وتلتزمي بما أمرك الله به، لأنه هذا الإسلام مش لعبة. خلينا من موضوع الحجاب الذي تركتيه وسوف تندمين على تركه. أنا أشوف وشم على جسمك، في يدك، كيف ضاب دمعك؟ وانت عارفة انه الوشم ما يجوز. ميك اب ارتست تاتو كمان من غير الجامعة، درستها بمعهد رفيق يونس. فخلص التاتو بدي حدا اتدرب عليه، فأنا دربت على حالي. وهذا الذي في الوشم شكل ورقة، ايش معنى هذه الورقة؟ هاي باليمونة عنا معروفة فيها. ايش معنى هذه الورقة؟ الحشيش. اها، هذا ورقة حشيش. ليش كل هذا؟ ايش الفائدة؟ انت من اليمونة، بنت اليمونة ايش تقول؟ بنت اليمونة بتقول اتركونا نزرع. طيب، بنت اليمونة تقول اتركونا نزرع، والله سبحانه وتعالى يقول ما يجوز، يعني حرام. واهل اليمونة عارفين إن الحشيش حاجة غلط، زرعها وبيعها وشراءها. أيش السبب الذي يخليكم تستمرون في زراعة هذه الشجرة، في زرعها وبيعها؟ إحنا عنا باليموني ما عنا شيء تاني نزرعه، يعني حاولنا كتير نلاقي بديل، أو حاولنا نزرع ونبيع للدولة نخدوه عملوا أدوية يعملوا شيء، ما تتلفوننا لأنه في أشخاص. نحن الحمد لله عشنا ببيروت وأهلي بيشتغلوا ببيروت، ففي مصدر تاني. فاللي قاعدين باليمونة كتير صعب عليهم أنه بالمعيش اللي عم بتصير أنه يعيش. علشان أنا والمشاهد الكريم يفهم، ليش أهل اليمونة ما بيزرعوا إلا الحشيش علشان يعيشوا؟ مثلا ليش ما يزرعوا البطاط، البصل، الفواكه، وفي نفس الوقت يكون الرزق حلال وزلاء؟ التربة اللي عندنا نحن باليمونة لأنه من زمان بتنزرع فيها هيدا النبتة، شو ما تزرعي ما عم يزبط. أنا يعني لما صار في كتير نقاشات حول هذا الموضوع صرنا نقول عطونا حلول، يعني نحن مش إنه متشبصين بهيدي الفكرة خلص هيك، يعني هيك إنه تعطونا حلول تانية
بديل لهيدي الزراعة؟ بتاخدوا منا أنتو هيدي الأشياء اللي عم تنزرع، تعطونا مصاري بتعملوا فيها أدوية؟ فلا أنا معهم يعني. طبعاً هذا مش عدل، يمكن لأن يدخل في صناعة الأدوية يمكن يكون هذا عدل. المهم لما شفت لك بث مباشر على التيك توك وأنت تقولي إن البنت لازم أن تكون متستر في لبسها، وإنه أنت ما تلبس اللبس الخليعة والمخلع، فأحس إنه هذا شيء غريب على الذي بأن أشوفه. أولاً أنا ربيت بمجتمع شوي متعصب، يعني ربيت باليمونة بالضيعة، عرفت كيف؟ ففي عندي خالاتي وعندي أمي كلهم يعني شوي باللبس، أهلي محجبين، ماما وخالتي محجبات، إيه، وأختي محجبة، فعنا نحن بهذا النطاق إنه البنت عيب إنه تعرض حالها. المعذر منك، أنت الآن لابس اللبس بيعرض جسمك، والتيشيرت اللي أنت لابستيه نصفكم، يعني خلي. مش غلط. غلط وألف غلط، وأتمنى ما تزعلي، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فهذا واجبي. يا لما، يمكن يكون فيك يا الخير، فهل أنت ناوية أو بتفكري أنك ترجعي تلبسين الحجاب؟ بيخطر ببالك؟ صراحة كتير بيخطر ببالي، بس يعني هلأ ما فيني، أولاً صوري كلها انتشرت. حتى ولو انتشرت صورك وانت بدون حجاب، لما تتوبي توب النصوحة وترجعي إلى الله وللحجاب وللصلاة، فربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك إن شاء الله. كيف؟ أما من ناحية بأن صورك قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وانت بدون حجاب، فأنت قادرة أن تطلبي منهم طلب بأن يحذفوها، فإن حذفوها فالحمد لله، وإن لم يحذفوها فأمرهم إلى الله. المهم والأهم أن تكون توبتك توب النصوحة، وأن تتوقفي عن معصية الله. فهذا الكلام ليس موجه لك أنت فقط، بل موجه لجميع الفنانات المسلمات المتبرجات. ما يجوز يا جماعة. في لما، هل أنت بتشعري بأنك بتغضبي ربك بهذه الأمور؟ هل تشعري أم لا؟ لا طبعا لا، لأنه الإيمان هو بالقلب مش بالحجاب أو باللبس القصير. في ناس، طبعا احترامي للكل، في ناس بتكون لابسه شادور بس من جوا مش لابسه شيء، عرفت كيف؟ طيب انت لما يكون عندك ايمان بالله لازم ان تلبي كل اوامر ربنا سبحانه وتعالى واوامر نبينا الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم، فهذا هو الايمان. او عن اي ايمان بتقصدي؟ هل تقصد الايمان الذي في قلب اي مسلم مؤمن بربه؟ فهذا متناقض مع كلامك. هلا نحن بهذا المجتمع ظلت تنشهري، انا كل ما يسالوني شو رصيدك مثلا بقول لهم رصيدي 5 مليون على التيك توك، 700 الف على الانستغرام، ومليون على اليوتيوب. الان انت مشهوره وعندك ملايين المتابعين وعندك فلوس والعالم تعرفك، صح؟ صح. ولكن هل فكرتي ماذا سوف تقولين لله سبحانه وتعالى وانت واقفه بين يدي الله يوم الحساب؟ هل سوف تقولين له عندي 5 ملايين على تيك توك و700 ألف على انستغرام ومليون على يوتيوب؟ هل تعتقدي بأن هذا الشيء عبادة ويرضي الله سبحانه وتعالى؟ لأن حب العالم لك والمتابعين اللي معك والفلوس اللي عندك لن تشفع لك يوم القيامة، لا يشفع لك إلا عملك إذا كان عملك صالح. ما قصدي أزعلك، وأنا آسف إذا زعلتك. لا أبداً. ايش حابة تقولي يا لما؟ الله يسامحك، خير شو بدي اقول لك؟ الله يسامحك ويسامحني اني عملت منيح معك. ان شاء الله بيحقق لك كل شيء بتتمناه. لما، للامانه كنت اتمنى ان لقائنا هذا حصل في الواقع، ولكن اتمنى وان شاء الله ان رسالتنا وصلت لك ولكل الفنانات. يا صديق المتابع، قبل نهاية هذه الحلقة حبيت أوضح لك أن هذه الحلقة لم تحدث في الواقع، وإنما تم تعديلها بواسطة المونتاج، وهدفنا منها إيصال رسالة لكل أخواتنا في الإسلام، لأن الملكة العظيمة القوية هي التي دائما تردد في قلبها حبيبي هو الله، حبيبي هو الله، هي التي تلبي أمر الله، وهي تعلم أن الله عز وجل لا يطلب منها شيء إلا لمن فعل لها، لأنه جل جلاله يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الحجاب جنة المؤمنة وأم المؤمنة عائشة رضي الله عنها.
إذا أمك زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا أعظم النساء، يا أشرف النساء، نساء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم سيدات مسلمات عفيفات مؤمنات، ما أعظمكن. أعلم بأنكن تحبون الله ورسوله، وأمر الله ورسوله لكم بأن تكونون قريبين جدا منهم، لأنه سبحانه وتعالى غني عنا وعنكم، ولكن هذا فيه منفعة عظيمة لكم. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الجميلة، ولكن هذه الحلقة أخذت منا وقت طويل وجهد، فأتمنى أن تعبنا لا يسير هدر، وأنكم تقومون بمشاركة الحلقة للجميع لكي يستفيد الجميع. ارسلها لمن تحب، لعل الله يهدي بها من يشاء، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أعزائي المشاهدين، لكي لا أضيل عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، وخلونا نوصل مليون في أقرب وقت، لأن المليون مشترك حلم بالنسبة لي، فأتمنى أن تحققوا هذا الحلم وتساعدوني. ولا أكيد أكيد أن هذه الحلقة عجبتكم، فإذا نسيت أنك تعمل لايك اعمل الآن زر اللايك. مستعجل في الكلام لأني طولت عليكم. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الجميل. أحبائي حبايب قلبي، لا تنسوا ما تعلقوا وتكتبوا ايش الذي غثاكم وايش الذي عجبكم في هذه الحلقة. الذي غثاكم يعني الذي ما عجبكم، بس باللهجة اليمنية. حبايب القلب الروح، معاكم نوح الحويتي، وخلف الكاميرا حبيب القلب وزير الحويتي، والمونتاج نوح الحويتي، وكلنا واخي وزير ونوح الحويتي. فالحمد لله الذي يعين من يشاء. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء، وآسف لأني طولت عليكم.